ولذلك كان لزاما على الدولة المصرية ومؤسساتها أن تتحرك على عدة محاور في آن واحد لتواجه تلك المخططات بكل حزم وقوة. فعلى الصعيد الأمني تحرص الدولة على التصدي لكل من تسول له نفسه أن يهدد أمنها واستقرارها، تتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن نفسها، تطور قواتها المسلحة، تحمي حدودها وتثأر لأبنائها. وأؤكد هنا مرة أخرى إن دماء شهدائنا لن تذهب سدى. واسمحوا لي إن أنا أنتهز الفرصة دي وألزم الفريق محمد فريد حجازي قدامكم وقدام شعب مصر كله، أنت مسؤول، أنت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء. أنت وزارة الداخلية، تفضل استاذ، خلال 3 شهور تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهدكم وبتضحياتكم انتوا والشرطة المدنية، تستعيد الاستقرار والأمن في سيناء، وتستخدم كل القوة الغاشمة، كل القوة الغاشمة وأن رجال القوات المسلحة والشرطة عازمون على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره، وواثقون في أن الله سينصرنا بإذنه وتعالى. وعلى الجانب الآخر، وإدراكا من الدولة أن تحقيق تقدم الملموس على صعيد التنمية الاقتصادية يعد أحد المحاور الهامة التي تقضي على البيئة الخصبة لنمو التطرف والإرهاب والمساعدة في مكافحته، لذلك فقد سعت الحكومة إلى تحقيق نهضة حقيقية فتبنت خطة لإصلاح المشكلات التي طالما عانى منها الاقتصاد المصري.